حاجه نحبها في دبي هي ثانك يو هي سمارت جيتس. حطوا هكذا هي الطريقه. صبروا معايا. احلى حاجه نحبها في دبي هي ثانك يو هي سمارت جيتس. حطوا هكذا هي الطريقه. صبروا معايا. Thank you. ويتعرف عليكم وتجوزوا. أسرع خروج على كلش سهل سهل كلش تك 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 ديجيتال سمارت. هذا مكان باجازيلا. الحمد لله على السلامة. نشوفكم غدوة. أنا غدوة عندي مؤتمر لهنا مهم جدا. خليكم معايا غدوة متعرفين. خليني نعرفكم على حال. شوفوا سيارة الأجرة هذه. شوفوا السقف تاعها أحمر. شوفوا هذه وردي. اللي السقف تاعهم وردي كامل سوقهم مرأة. السائقة مرأة. واللي الروف تاعهم أحمر سائق رجل. باش تشوفوا ما كي يكونوا نساء حابة تركب غير مع مرأة. كاين دي تاكسي للنساء فقط. هلو. أنا رايحين بسيارة. هلا. قائد الكابتن تاعها وومن. هاي. Let me help you. Let's go. 1, 2, 3. Thank you. Let's go. اليوم رانا في منتدى الإعلام العربي نسخة 20 مع نادي دبي للصحافة. يلا نشوف الأجواء. اهلا وليد. صباح الفل. الحمد لله على السلامة. لاباس الله يسلمك. انت لاباس؟ الحمد لله. طب خير؟ خير الحمد لله يا رب. ليبيا والجزائر. ايوه هذه هي كويت. اوف كورس. رحنا في مؤتمر اعلام العربي نسخة 20 والاجواء روعة. هو كان هنا البارح واليوم. البارح كان محاضرات. مع شكون؟ واليوم امس كان في شفت رضوى الشربيني. رضوى الشربيني كان في مصطفى الآغا. مصطفى الآغا كان في هلبة. هلبة يعني بزاف. هلبة بزاف. كان في دي بي وورد حتى هم. دي بي وورد هون. انا هدركم على دي بي وورد. يلا وليد. في منتدى الإعلام دايرين مكان ممكن تشوفوا اسمه بريد تنفس. تدخلوا فيه باش تديروا بريك من كامل المحاضرات الموجودة. وشوفوا الناس ديسكونكتد تماما. شوفوا شوفوا في أصوات. لا علميني جزائري. واش راك؟ نعلمك جزائري. يلا واش راك؟ واش راك؟ الحمد لله راك بخير. الحمد لله. الحمد لله. شحال في عمرك؟ شحال في عمري؟ عمري 24. وين ساكن؟ في دبي. تحب تزيريين؟ ايوه طبعا على راسي وعيني من فوق. بتزيري دوك راح تهضر معانا. كنبغيكم. لا هذا مغربي. نحبكم بزاف. نحبكم بزاف. واو برافو. انا يحكي معايا بتونسيه. انا والله نحب الكسكسي. طيب لك والله غندير لك كسكس. نديك شخشوخه. والله شخشوخه والله كمان. والخبز مشلتت. شنو الخبز مشلتت؟ الخبز الجزائري. الخبز الجزائري. سبحان الله بقى فرنسا. الحمد لله والله. خلاص اوكي. وعد هنا في ستوري اني نطبخ لك وانت دير لي براوني تشيز كيك. اي نوع حلو. وبدي مقروط جزائري. مقروط ماشي مشكل. على العين والراس. من سوريا والعالم العربي اجمع النجم الممثل عادل فهد. بدايته كانت التلفزيون وعندها حب وشغف للتلفزيون بس تحس انه قرينا العالم كله رح يتوجه على المنصات. اصعب شيء تكون انت. هلا دونك هذا نكملوا المحاضرة والحوار. كانوا يناقشوا على أن التلفزيون إذا هو المستقبل ولا المنصات اللي هي المنصات اللي أنا نشوفها نتفليكس وديزني بلاس وشاهد. منصات بزاف كاينة يعني على كامل المجتمعات. كانوا يناقشوا مصير التلفزيون. أنا في عصر يعني الناس مولاش تشوف بزاف التلفزيون كما في الماضي. الناس بتتجه إلى المواقع والمنصات ويوتيوب
التواصل الاجتماعي جنرال، هل هذا هو مستقبل الإعلام أم لا؟ يعني حوار كان جميل جدا. وهذه هذه وين نروح نلقاها؟ ولا تغريسيا كتدخل دابا تعيط، هذيك نوضت لي زين. فيفي فيفي وانا جو هوم وانا جو هوم وانا جو هوم كم كم هوم. ميرو عايزك تحكي فيها. ماما لعبوا بريدو.